السلام عليكم. بنكمل كلامنا عن الانقسام الميوزي، وعرفنا ان الانقسام الميوزي بيتم في خلال مرحلتين، مرحلة انقسام اختزالي اول ومرحلة انقسام اختزالي ثاني. في الانقسام طبعا هدف الانقسام بشكل عام الميوزي ان الخلية الواحدة بتدخل الانقسام عشان تدينا، خلية واحدة تدخل عشان تدينا اربع خلايا بس على مرحلتين، خليتين ثم خليتين كمان، يبقى اذا المنتج النهائي اربع خلايا. فهنتكلم دلوقتي عن مرحلة الانقسام الاختزال الاول، ازاي الخلية الام اللي هي 2N تعطي خليتين 1N، وهو ده السبب في تسمية الانقسام الميوزي ان هو انقسام اختزالي. فالمرحلة الانقسام الاختزال الاول طبعا قلنا بيسبقها مرحلة بينية او استعدادية، دي عشان بتعد الخلية وبيتم فيها مضاعفة الكروموسومات ومضاعفة اللي هو طبعا متمثلة في الدي ان ايه، ومضاعفة البروتين ومضاعفة العضيات. بعد كده بندخل على الانقسام الاختزالي الاول، وهو موجود في بيتم في اربع مراحل، عشان خلايا واحدة اللي هي 2N ثنائية عدد كروموسوم الخلايا الام المذر سيل عشان تدينا الدوتر سيلز او الخلايا اللي هي الناتجة منها اللي بيسموها الخلايا البنوية، دي بتبقى 1N. عشان يحصل ده بيتم خلال اربع مراحل. المرحلة الاولى مرحلة تمهيدية الاولى، بعد كده طبعا خلال المرحلة التمهيدية الاولى بيتم عمليتين مهمين جدا، طبعا بيسبق العمليتين دولت اللي هو اختفاء الغشاء النووي واختفاء النواية وظهور، هنا بيحصل اختفاء للغشاء النووي واختفاء للنواية وظهور خيوط المغزل اللي هتشتبك مع الكروموسومات. زائد الثلاث مراحل دولت بيحدث مرحلة مهمة جدا اسمها مرحلة التشابك، ان كل كروموسوم بيكون موجود بالشكل ده، ده كروموسوم وده كروموسوم، كل كروموسوم عبارة عن كروماتيد، اتنين كروماتيد، بيحدث تشابك بين الكروموسومات المتشابهة بتكون موجودة بالشكل ده عشان تدينا شكل بنسميه رباعي التترد. اذا التترد او اللي هو الشكل الرباعي نتيجة عملية التشابك اللي بنتكلم عنها اللي بتحدث في المرحلة مرحلة التمهيدية الاولى من الانقسام الاختزال الاول، الشكل الرباعي دوت بيكون عبارة عن كل رباعي عبارة عن اربع كروموسومات بيلتقم او مرتبطين بسنترومير واحد. بعد كده بعد يعني التشابك بيحدث عملية مهمة جدا وهي العبور، وهي ان جزء من الكروموسوم احد الكروموسومات من كروموسوم يتبادل جزء، يعني بيحدث فيها اختصارا تبادل لاجزاء الكروموسومات. وطبعا دي عملية مهمة جدا عشان في الاخر تنتج حيوانات منوية وبيضات ليست شبيهة بالاصل، عشان كده احنا ما بنطلعش نسخ تيبيكال او متطابقة من الاب والام، في تشابه ولكن مش اللي هو الكامل، طبعا ده بيدي تنوع بيولوجي. بالنسبه لعمليه الازدواج بتاعت الكروموسومات زي ما اتفقنا، ادي كروموسوم اللي هو قدامنا لونه احمر وده كروموسوم لونه ازرق، طبعا هم متلونين عشان ايه نشوف بس الفرق بينهم، بيحصل عمليه تشابك اسمها الساينابسيز او ايه التشابك عشان تعمل لنا الشكل اللي هو ايه الرباعي، عباره عن كام اربع كروموسومات. يعقب عمليه التشابك المرحله الثانيه زي ما اتفقنا عملية تبادل أجزاء الكروموسوم بين الكروموسوم الأحمر ده والأزرق ده، فده بيعطي ده جزء وده ياخد جزء، حتى عشان كده في المنتج النهائي هنلاقي كروموسوم أحمر وجزء من الأزرق والأزرق جزء فيه من الأحمر، يبقى كده حصل في عملية العبور اللي هي كروسنج أوفر اللي هو عملية تبادل أجزاء الكروموسومات المتشابهة، ده بيعطي ده جزء وده في المقابل بيعطي له جزء، إذن ده بيؤدي لإيه؟ التنوع. طيب بعد كده بعد المرحلة اللي هي التمهيد الأولى بنخش على المرحلة الاستوائية الأولى، برضو احنا ما زلنا في الانقسام الميوزي الأول. فبيحصل ان اللي هو الرباعيات اللي احنا اتكلمنا عنها بعد ما تبادلت أجزاء الكروموسومات بتاعتها عملية العبور
بتترتب على خط استواء الخلية في منتصف الخلية بالشكل ده. بعد كده بتخش على المرحلة الانفصالية الأولى الأنافيز 1، وفيها بيحدث انفصال لأزواج الكروموسومات. في كروموسوم بيطلع فوق بالشكل ده اللي هو الرباعيات، جزء منها نصفها يعني كروموسوم كامل بيطلع فوق لأعلى والآخر للاتجاه الآخر بالشكل ده. بعد كده بنخش في المرحلة النهائية، وهي كده احنا في طريقنا، طبعا تعتبر مرحلة نهائية في الانقسام الميوزي الأول. كده احنا خلاص أصبحنا في بنتجه ان احنا نكون خليتين كل واحدة منهم 1N. كيف يحدث ذلك؟ ان بيحدث عكس العملية الأولى، ان النواية اللي اختفت ترجع تاني النواية تتكون موجودة بالشكل ده، وكمان الغشاء النووي يرجع ظهوره، وخيوط المغزل اللي كانت موجودة تختفي خيوط المغزل ويبقى بالشكل ده. إذن اللي حصل في المرحلة النهائية هو اختفاء خيوط المغزل، رقم 2 ظهور النواية وظهور الغشاء النووي. طبعا كإنهاء لعملية المرحلة النهائية الأولى بيحدث تخثر في السيتوبلازم بالشكل ده، بيزداد شيئا فشيئا حتى يتم الانفصال بين الخليتين، ويبقى الخلية الأم أعطت خليتين موجودين بالشكل ده. طيب اللي هي كانت 2N أعطتنا خليتين 1N و1N. على فكرة في ملحوظة مهمة جدا في الخلايا الحيوانية، بيتم ذلك ان في المرحلة النهائية بيتم انفصال اللي هما الخليتين عن بعضهم بالشكل ده، اما في الخلية النباتية لا يحدث انفصال، بتظل الخليتين جنب بعض يعني ملاصقين لبعض، وبيبقى فيه غشاء خلوي هو اللي رابطهم، غشاء خلوي. يعني في المرحلة دي الفرق بين الخلايا النباتية والحيوانية ان الخلايا الحيوانية بتنفصل، اما الخلية النباتية لا تنفصل، هي موجودة بالشكل ده. الخلية الاصل الام دي 2N اعطت، طبعا حصل دخلت في اللي هو الميوز الاول اللي هو مراحل الميوز الاول، ان دي مرحلة اللي هو التمهيد الاول، وبعد كده دخلت في الاستوائي رقم 2، وبعد كده رقم 3 اللي هو النهائي انفصلت، وبعد كده ثم النهائي عشان يدينا خليتين بالشكل ده كل واحدة منهم 1N فيها نصف عدد الكروموسومات عن الخلية الأم. شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي في الدرس القادم نستكمل موضوعنا وكلامنا عن الانقسام الميوزي أو الاختزالي.